عايزين بقى نروح للأهلي ونروح لبعض الأخبار السريعة كده، لأن احنا ما ينفعش برضو نختم 2022 وما نتكلمش عن برضو بعض الإنجازات وبعض الحاجات اللي فرحتنا. فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي يعني توج بلقب البطولة العربية للأندية بعد الفوز على فريق عالي البحريني، ده في المنافسات أعتقد حاجة محترمة جدا. احنا سعداء جدا بالنتائج المميزة للفريق وفكرة هنا حسم لقب البطولة، ودي بتعتبر أو بتعبر عن ثقتنا في أبناء النادي وإن هم بيسعوا دايما لحصد الألقاب والوقوف كمان على المنصات ومنصات التتويج. نتمنى زي ما كنت بقول في بداية الحلقة أن 2023 يتم فيها تتويج يعني جميع فرق النادي بجميع البطولات. احنا بنتكلم يعني مش بس أكيد كرة القدم أو الفريق الأول لكرة القدم عندنا.